دامت الاشتباكات العنيفة ولساعات طويلة مع إرهابي داعش في محيط الشركتين. تمكن خلالها مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية من محاصرة الإرهابيين داخل الشركتين اللتين تعتبران من أكبر شركات الغاز في سوريا. وكانت المفاجأة والصدمة الكبرى للتنظيم الإرهابي في صبيحة 23 من أيلول سبتمبر 2017 بانتزاع مجلس دير الزور العسكري السيطرة منه على محطة العزبة النفطية وشركة كونيكو بعد حصار دام ليومين. على مرتزقة داعش استطاع مقاتلين التقدم عليهم في 23 من أيلول 2017 وتحرير منه محطة العزبة النفطية وشركة الكونيكو أيضا. طبعا هذه كانت صدمة لمرتزقة داعش حيث أن هاتين الشركتين تعتبران من أكبر شركات الغاز في سوريا. توجت الانتصارات العسكرية في الجبهات بانتصار سياسي يوازيه في الأهمية والمكانة، حيث أعلن في 25 من أيلول سبتمبر عن افتتاح المجلس المدني لدير الزور بعد تشكيل لجنة تحضيرية من أجل المشاورات والتوصل إلى صيغة نهائية للمجلس الذي يضم كافة أطياف ومكونات المدينة. وعلى الفور شكل المجلس لجانه وهي 14 لجنة، وهي كالتالي: لجنة المرأة، لجنة العدالة، لجنة الصلح، لجنة الشباب والرياضة، لجنة المنظمات والشؤون الإنسانية، لجنة الخدمات والبلديات، لجنة التربية والتعليم، لجنة الآثار والثقافة، لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، لجنة المالية، لجنة الأمن الداخلي، لجنة الحماية، لجنة عوائد الشهداء، ولجنة تنظيم المجالس. لكن يبدو أن الانتصارات التي تحققها قوات سوريا الديمقراطية بدحر الإرهاب لم تتوافق مع مصالح وتوجهات قوى أخرى ما زالت تستثمر في الإرهاب وفي تنظيم داعش بالتحديد. فغداة تحرير حقل كونيكو للغاز شمال شرق دير الزور وتقدم قوات سوريا الديمقراطية على الأرض، نفذ الطيران الحربي الروسي في 25 من أيلول سبتمبر اعتداء ثانيا عليها وفي غضون أيام معدودة، حيث استهدف الحقل بغاراته ما تسبب بخسائر في صفوف قوات سوريا الديمقراطية وأدت إلى استشهاد أحد المقاتلين وجرح اثنين آخرين، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالبنية التحتية للحقل. بعد تحرير حقل الكونيكو وخسارة داعش الفاتحة وتقدم مقاتلين على الأرض، نفذ الطيران الروسي في 25 من أيلول 2017 اعتداء على قواتنا بغارات جوية استهدف فيها حقل الكونيكو وتسبب في خسائر في صفوف قواتنا، حيث أدى إلى استشهاد أحد مقاتلينا وجرح اثنين، وبالإضافة إلى ذلك قد أدى إلى إلحاق خسائر مادية بالبنى التحتية للحقل.